السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله معانا مشروع جديد. المشروع ده على شبكة باينانس سمارت تشين. في نفس الوقت لو انت مش مشترك معايا في القناة فياريت تفعل زر الجرس وتشترك في قناة اللي يصلك كل جديد. مشروع النهاردة عبارة عن بروتوكول موجود على شبكة باينانس سمارت تشين. زي ما احنا قلنا في انعكاسات بتجيلك على محفظتك، في انعكاسات بتروح على الهولدرز او على الماركتنج وولت. في نفس الوقت بيكون في باي باك اوتوماتيك. طبعا كل الانعكاسات اللي بتروح لك على محفظتك بتروح لك اوتوماتيك، مش بتحتاج ان انت تدوس اي مكالمة اي كليم او اي حاجة بحيث ان انت توصلك المكافأة. ده الكونتراكت بتاع المشروع زي ما احنا شايفين هنا، وعندي برضو هي موجودة على بانكينج سواب. خلينا نشوف مع بعضينا التوتال سبلاي بالنسبة للهولدرز وعدد الترانزاكشن، كل الحاجات دي هنشوفها مع بعضينا. في البداية برضو تاني ياريت تشرفني بتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. عندي المشروع هو زي ما احنا قلنا يعتمد على شبكة بي اي سي سي. في نفس الوقت الكونتراكت بالفعل لانش، الويب سايت لانش، كل الميديا تم انطلاقها منذ كام يوم تقريبا. عندي برضو بالنسبة للمكافآت، المكافآت بتجي لك على محفظتك عبارة عن عملة كاردانو او عملة كيك او عملة ماتيك. في نفس الوقت بيجي لك كل 60 دقيقة، يعني يعتبر كل ساعة تقريبا انت بتستلم مكافآت بمناسبة ان انت بتعمل هولد على محفظتك. طبعا ده بيختلف ان بيكون في زيادة في سعر بي ان بي او زيادة في عملة كاردانو او عملة ماتيك، كل الحاجات دي بتؤدي الى ارتفاع سعر اموالك. عندي برضو هيكون في الداشبورد بتاعهم. الداشبورد بتاعهم ان انت ينفع تشوف مميزات الرمز، او ينفع تشوف انت استلمت قد ايه، او ايه اللي مفتوح او ايه اللي لسه بيندنج بالنسبة للمعاملة بتاعتك. عندي اللي كودت مقفولة اتقفلت من يوم اللانش. برضو لو بصيت هنا هتلاقي العملة موجودة على بانكينج سواب، وعندي التوتال سبلاي 1 تريليون. عندي الماكس وولت 4%، المكافآت اللي بتجيلك على محفظتك دي 7%، وبيروح 7% للماركتنج وولت. في 7% هنا دي بتروح يعتبر زي ما احنا قلنا للماركتنج وولت. برضو لو بصيت على التكست بتاع السلة هتلاقي عندي 7% المكافآت دي بتروح لك ثابتة سواء في الترانزاكشن بتاع السيل او بتاع الباي. عندي الماركتنج جولد 6.7، محافظ الديف يعتبر اقل من 1%، يعني 0.25%. لو حابب ان انت مثلا تشتري هتشتري من عن طريق بانكينج سواب. هنشوف مع بعضينا، هتدخل المفروض ان هتحولك دايركت على طول على بانكينج سواب. انا عندي هنا الكونتراكت والضف بالفعل. هتيجي هنا تحتاج الكمية اللي انت هتبعتها، وهتدوس مثلا 4 بي ان بي. السكالبنج زي ما احنا قلنا هنشوفه هيبقى كام في المية، هتنتظر دي لان بيكون في ضغوط او بعض التحميلات على المنصة، لكن بعد كده يتم تأكيد الكمية هنا مجرد ما هي تفعل. عندي الكمية دي المتاحة لو هشتري 4 بالنبي، لو هشتري 3 بالنبي هتلاقيها قلت الكمية، كل ما تقل كل ما تقل معاك. طبعا في البداية ان انت بتحتاج تعمل كونكت للمحفظة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بتدوس كونفيرم في حالة ان يكون معاك بالانس في المحفظة. برضو لو رجعنا تاني، انا ممكن انا اشتري عن طريق حاجة تاني، ممكن انا اشتري عن طريق ديكس، ولكن او ممكن اشتري واستخدم هنا للشراء. عندي هنا زي ما انتم شايفين ده عمليات شراء كلها، ده كله ده شراء، ده كان اخر عمليات شراء تمت على المشروع. المشروع طبعا فيريليجت. عندي ساعة اللانش كان في قمة هنا يعتبر القاع بتاع العملة، وعملت قمة كويسة هنا يعتبر كسرت الزيرو. في نفس الوقت ده كان تصحيح بالنسبة للناس اللي هي اشترت، او بالنسبة للناس اللي هي حققت ارباح وحبت تطلع. عندي برضو لو حبيت ان انت تفتح الايزر سكان بتاعهم او البي اس سي سكان بتاعهم، مجرد ما انت تدوس هنا هيجيب لك عدد الترانزاكشن. زي ما احنا قلنا بالنسبة للسبلاي 1 تريليون، عدد الترانزاكشن 566 هولدرز، 3658 ترانزاكشن. اخر معاملة كانت من 2 يوم زي ما انتم شايفين هنا. ولو برضو دخلت على الهولدر هتشوف لو كان في اي حرق، طبعا ما فيش اي حرق في المشروع. طيب هنكمل مع بعضينا. برضو عندي 540 هولدر يعتبر 566 زي ما انتم شايفين. عندي 143,000 كوين ماركت كاب. في حاجات تانية انا حابب ان انا اشوفها حول المشروع. طبعا زي ما بيقول لك المكافآت بتجي لك اوتوماتيك على محفظتك، بيعتمد او ديبند على السيل اند الباي، يعني انت مش محكوم بحاجه او بمبلغ معين، لا ده بالعكس ده بيجي لك ممكن لو في عمليات شراء ضخمه
بيجي لك بالفعل كميات ضخمة على محفظتك عبارة عن مكافآت. طبعا ده التليجرام بتاعهم وده التويتر، هندخل على التويتر مع بعضينا. عندي 112 متابع، ده كان اخر تحديث بالنسبة للمشروع. زي ما انتم شايفين هنا، ده يعتبر فيديو عن طريق عمليات الشراء وعمليات البيع. عندي السواب يعتبر تم، يعني على بانكينج سواب ينفع تعمل سواب باي عملة انت معاك. في نفس الوقت برضو ده يعتبر كان اللانش بتاعهم، وده كان التايمر بتاع اللانش بتاع المشروع. لو رجعت كده هلاقي التليجرام، احب ان انا ادخل على التليجرام بتاعهم بحيث ان انا لو حابب ان انا اشوف بعض التحديثات او الابديت فهحتاج ان انا ادخل على التليجرام. طبعا ده التليجرام بتاعهم عندي زي ما انتم شايفين، في اللي هو التحديث بتاع النهارده باذن الله، وعندي في حاجات تاني. لو بصيت كده هتلاقي عندي 1587 متابع في التليجرام. طيب انا لو كملت كده زي ما انتم شايفين هتلاقي كل حاجه موجوده عندي بالنسبه للكونتري، بالنسبه للحاله بتاع الرمز هولدر او ماركت كاب او ترانزاكشن. عندي التوزيع بتاع الديسكربشن بتاع التوكن، قلنا في التكست بتاع الباي يعتبر بيتخصم منك 14. عندك في السيل بيتخصم منك تقريبا نفس الكميه وليكن زي ما احنا قلنا. طبعا ممكن تستخدم الابلكيشن او تستخدم تراست وولت او تستخدم ميتا ماسك. في نفس الوقت برضو دي يعتبر العروض بتاعتهم اللي احنا قلنا عليها، ان الرمز على باينانس سمارت تشين، وان المكافئات بتجيلك عباره عن عمله كاردانو او عمله كيك او عمله ميتك. بتجيلك طبعا حاجه على محفظتك اوتوماتيك. في نفس الوقت برضو بيقول لك هيكون في داشبورد ينفع تعمل عليه تيست، او ينفع تعمل عليه زي مثلا تعرف الكمية اللي وصلتك قد ايه. زي ما احنا قلنا الشرط طبعا بتاع المشروع صحي، لان المشروع لسه فيري ايرلي. فلو حابب تشتري ما تنساش دعمنا بلايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.